ما هو مفيش حد بيستخدم الموبايل كده، كله بيبص كده بص كده بص كده يعني، والتابلت نفس الكلام ومش عارف ايه. فالموبايل عموما بيأثر على الفقرات، فقرات الرقبة طبعا تحديدا اكتر، والظهر يعني لو بقى حد بيبص بطريقة اكروباتية بقى على اللابتوب والحاجات دي. حاجة تانية تخيلوا بقى، غسيل الاطباق لستات البيوت وغسيل الاسنان، لانه اي حاجة فيهم برضو ميل للقدام. انا دايما في غسيل الاطباق الست بتميل لقدام عشان تغسل الطبق في الحوض، لازم تميل سنة، فده لقوا مضر جدا للظهر وبيؤثر على الفقرات الظهر لو ست عندها الاستعداد. برضو تخزين البضائع ورفعها ونقل الحاجة من مكان إلى مكان، ده لقوا إنه له أكثر الضرر اللي ممكن يؤدي إلى مشاكل في الظهر. الحاجة بقى الخطيرة جدا وديت كل اللي احنا بنقوله ده على فكرة حاجات لا يمكن تفاديها، مفيش حد مش هيغسل الصحون، مفيش حد مش هيستخدم الموبايل، اللي جاية دي برضو محدش يقدر يتفاداها، وضع الطفل شيله كده ووضعه في مقعد السيارة، تشيل ابنك أو بنتك وتحطهم في الكرسي بتاع العربية وتربط عليهم الحزام، وانت بتشيلهم وبتحطهم بلازم لازم نتيجة دخولك للسيارة، ولأن هم لازم يتحطوا في مستوى أقل من طولك، انت بتوطي وتتني نفسك وشايل حاجة، ده يضر ظهرك جدا جدا، فده برضه لازم ناخد بالنا منه ما نكرروش كتير ونشوف له بدائل. حاجة الأخيرة بقى غسيل النوافذ، برضو لقوا إنه التواء لأنك أنت في أثناء غسل النوافذ الشبابيك بتعمل حاجتين في منتهى الخطورة، أولا بتعمل التواء للعمود الفقري، ثانيا بتستخدم ناحية واحدة من الجسم، مفيش حد بيغسل بإيدين الاتنين كده، بتستخدم ناحية، فلقوا إن ده في منتهى التأثير مش هنقول خطورة بس بيأثر على الديسك والعمود الفقري وعضلاته والغضاريف الموجودة فيه. خلي بالكم من الكام حاجة دول، يعني أنا زي ما قلت لكم كل ده انفيتابل لازم هتعمله، ومين اللي مش هيغسل سنانه ولا مش هتغسل صحونها ولا مش هتحط عيلة في أي حاجة ما بتشيله، مش لازم في العربية، تحطه في السرير بتاعه وتشيله من السرير بتاعه، كل ده هيأثر على الظهر. ما تخليش مع عوامل تانية، إذا كانت الحاجات دي أنت بتعملها غصب عنك لازم، فما تخليش حاجات تانية تدخل على ظهرك تبوظه من غير لازم. تشيلش بقى حديد، ما تبقاش أنت بقى متهورة وتشيلي كرسي الأنتري اللي قد كده، ما تتهوريش لوحدك وتشيلي تابلوه مش عارف وزنه عامل إزاي عشان تشيليه من حتة لحتة، ما تتهوريش لوحدك وتشيلي أنبوبة البوتاجاز عشان تغيريها بنفسك أو تشيلها أنت بنفسك برضه وأنت مش قادر، كل ده تهورات يعقوبها ندم شديد جدا. النهارده حوار عن واحده من ادق الجراحات واساليب الجراحيه في عالم جراحه العمود الفقري وعالم جراحات عموما المخ والاعصاب مع ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور يسري الحميلي. اهلا بك يا دكتور يسري. اهلا دكتور عيني. حاجات كتيره الواحد بيعملها والله بتضر ظهره، حكايه غسيل الاطباق دي خوفتني قوي، انا ما بغسلش الاطباق يا باشا بس يعني غلابه الستات. هو الحقيقة كل الحاجات اللي قلتها صحيحة، لكن كل ده يجب أو يصحح منه حاجتين اتنين، إن الإنسان يبقى عنده ثقافة الجسم الرياضي أو الاهتمام باللياقة البدنية، مش لازم نبقى رياضيين بس واخدين بالنا من اللياقة البدنية بتاعتنا، واللياقة البدنية بتاعتنا بتتطلب إن احنا نعمل تمارين ورياضة ومجهود شوية في الرياضة وحفاظاً على أنفسنا في موضوع الأكل. الحاجتين دول لازم عيننا تبقى عليهم، مش هقول بالورقة والقلم ولكن على الأقل إحنا في بالنا الكلام ده، زي ما برضو يبقى في بالنا وإحنا بنستخدم التابلت والموبايل وإحنا بنغسل الأطباق وإحنا بنعمل أي حاجة إن وضعنا يبقى صحيح إلى حد ما. مش لازم في كل مرة نعمل فيهم غسيل الأسنان هنوطي، ولكن عايز أقول إن لو إحنا في بالنا مش هنكسر من عمليه ان احنا نوطي، مش هيبقى طول النهار بنوطي واحنا بنعمل كل حاجه، هنبقى واخدين بالنا. ست البيت ممكن تاخد بالها المره دي هتوطي لمده 3 4 دقائق هيتخللها عمل تاني وبعدين ترجع تاني، ما يبقاش الموضوع مستمر. هي المشكله في ان احنا نعمل العمل ده يعني بمده طويله، لكن ممكن نعمله مده قصيره ونعمل حاجه تانيه ونرجع نكمل تاني، يعني فترات متقطعة والاهتمام باللياقة البدنية. عظيم.
في ترم او لفظ طبي مهم جدا اسمه الجراحه الملاحيه. ما هي الجراحه الملاحيه؟ هل ترى انه المريض العربي بدا يستوعب هذا الترم، هذا المعنى، ولا لسه برضه الثقافه ما جابتش لسه معنى ودور الجراحه الملاحيه؟ هو الاستيعاب ياتي من ان هو يبقى الاطباء اولا مستوعبين الموقف وعارفين، والمستشفيات تبقى مجهزة بهذه التكنولوجي. هو الجراحة الملاحية باختصار شديد عبارة عن إيه؟ زي ما العربيات الحديثة كلها نازل فيها حاجة اسمها نافيجيتور، أو اللي هو اللي بيوريك خريطة البلد، وزي ما النافيجيتورز دي متصلة بالأقمار الصناعية بحيث تديك إحداثيات المكان والمرور والازدحام، نفس القصة في العملية الجراحية. لما بندخل في مكان حساس جدا زي العمود الفقري او المخ، احنا هنا بنعمل عمليه انزلاق غضروفي. لما هدخل بالجراحه التقليديه هبقى محتاج ان انا اشيل العظم اللي قدامي بتاع العمود الفقري عشان اشوف الغضروف، وهزحزح الحبل الشوكي، وبالتالي هعمل حاجات قد تضر بالمريض، في الغالب بتضر بالمريض. لكن لما هستخدم الجراحه الملاحيه هتديني الاحداثيات عن الاماكن المجهوله دي، بحيث ادخل من الفتحات الطبيعية اللي ما بين الفقرات وبعضها دون أن أستأصل أي عظم. وهنا هقدر أستخدم آلات محدودة التدخل زي المنظار، فبالتالي هعمل عملية كبيرة جدا زي اللي احنا شايفينها على الشاشة، وهي استئصال انزلاق غضروفي بالمنظار من فتحة أو ثقب صغير جدا. ما بقتش محتاج بقى إن أنا أشيل عظم، ما بقتش محتاج إن أنا أوسع وافتح في العضلات، ما بقتش محتاج ان انا البس المريض ده حزام بعد العمليه. وبالتالي بالظبط زي لما يبقى انا عندي نافيجيتور في العربيه بتاعتي، وانا عارف الاماكن، مدينه نصر كوبري 6 اكتوبر مقفول، فهاخد من تحت الكوبري، لا ده في حادثه على المحور، فبالتالي بلاش اخد المحور ده، هاخد الدائري، هاخد طريق تاني. لما يبقى النافيجيتور اللي عندي ده في العربيه بيديني كمان احداثيات المرور ده في الوقت الحالي، لا ده في المكان الفلاني حادثة، بلاش تاخد الطريق ده، هتاخد طريق بديل. طب أقرب طريق للمكان اللي انت رايح له قد ايه، وهتستغرق وقت قد ايه، تقدر تظبط مواعيدك، تقدر تعمل كل حاجة. وبالتالي أنا النهاردة بقدر أحدد في عملية الانزلاق الغضروفي هاخد بنج قد ايه، مدة الوقت اللي هشتغل فيه العملية. ما بقاش بقى الموضوع زي زمان ان الدكتور بيجي يدي البنج، والبنج ده مدته ساعتين، وبعد ساعتين هيحتاج يدي، ما فيش الكلام ده. ده انا ممكن اظبط البنج بتاعي 10 دقائق، نص ساعه، تلت ساعه، على وقت الجراح اللي هعمل فيه العمليه بتاعتي. عندي سؤالين. هل كل عيان عنده مشاكل في العمود الفقري مثلا يمكن ان يخضع للجراحه الملاحيه، ام انها جراحه لها محدوديه في الاختيار؟ ثم هل لانها جراحه تعتمد على تكنولوجيا عاليه جدا، هناك تقدم كل فتره في هذه التكنولوجيا، بحيث ان احنا نقول كمان انه اللي عنده هذه التكنولوجيا ينبغي ان يكون زي ما بيقولوا مبذرا، فكل شويه هيستخدم الاب تو ديت من التكنولوجيا؟ ده برضه بين قوسين حمل على الاقتصادي، ومطلوب بقى هنا ان انا لازم اواكب، والا هبقى انا بتكلم على سوفت وير فيرجن مختلف وقديم. دي نقطه انا عايز افهمها. حاجتين. الحقيقة هو مين اللي هتعمل له العملية بالجراحة الملاحية ومين اللي مش هتعمل له. لو انت عندك عربيتين، عربية فيها نافيجيتور وانت رايح مشوار مهم وكل عملياتنا مهمة ومحتاج تنجز بسرعة وما يبقاش فيه اي مشاكل، يبقى هتاخد العربية اللي فيها نافيجيتور وهتستخدم الوسيلة دي ولا مش هتستخدمها. انت مسافر رايح تحج، هتحج بيه على الجمل زي جدودك ما كانوا بيعملوا، ولا هتركب الباخرة، ولا هتركب طيارة، ولا هتروح بعربيتك؟ هنا بقى عندي إمكانات، يبقى هسافر بالطيارة طبعا، مفيش كلام. بالتالي الجراحة الملاحية بالنسبة لنا هي مهمة في كل عملية، لأن كل مريض مهم عندنا. يبقى كل عملية أنا بعملها هستخدم فيها الجراحة الملاحية، لأن ده أفضل للمريض بكل ما تعني كلمة أفضل. طيب هل زي ما تفضلت في السؤال التاني، التكنولوجيا بحتاج ان انا اطور؟ طبعا محتاج ان انا اطور، وعشان كده عملياتنا ما بتبقاش رخيصه.
وللأسف أنا بقول الكلام ده، لكن أنت مضطر لأنك أنت بتعمل حاجة بتفيد المريض. ما أنا النهاردة لما أعمل للمريض ده العملية وبعد مش هنقول بعد أسبوع، لأن معظم عياننا بينزل يتحرك ويركب عربيته ويسوق عربيته، هيرجع شغله بعد 10 أيام بعد أسبوعين. أنا وفرت للمريض ده لأني ما عدتوش 3 شهور أجازة، وفرت له كتير قوي. وأهم من وفرت له إن أنا رجعته بشكل طبيعي يمارس حياته تماما. يبقى اللي دفعه الجزء البسيط اللي زاد عليه في تكاليف العملية هيغطيه في أكثر من شيء، وأهم حاجة أنه هيطلع في حالة صحية ممتازة تسمح له أنه يعمل كل حاجة. هيبقى بعمل تثبيت فقرات للمريض، ومع ذلك المريض ده بيوطي ويصلي وممكن يلعب كورة، ممكن يلعب أي رياضة هو عايزها. بالتالي يبقى أنا رجعت المريض بعد مشكلة انزلاق غضروفي أو بعد مشكلة تزحزح فقرات أو حتى بعد كسر في الفقرات إلى وضع طبيعي جدا. ناهيك بقى عن المرضى اللي بيجونا عنده شلل، عنده مشاكل فظيعة جدا، وانت بترجعه إلى وضع طبيعي يبقى الموضوع يستحق. عندنا حالة من حالات ضيفي العزيز أستاذنا الأستاذ دكتور يوسف الحميلي، الحالة دي سجلناها وشفنا نقل لخبرة مريض، مريض من العراق، وده أسعدني جدا أنه يعني مريض من، أنتوا عارفين اللغة العراقية صعبة مع اللغة المصرية، فكون أن هم يتفرجوا علينا ويتابعونا، وهو قال أن احنا تابعناكم من خلال القاهرة والناس، فده شيء أسعدنا جدا جدا. ده اللي أسعدني أنا، اللي أسعدني جدا أنه حلق من الحالات الصعبة، رجل كان متقدما في السن، كبير مش صغير، بيستخدم العكازين بيمشي عليهم وبيحكي قصة، تعالوا نسمعها لأنها قصة مهمة جدا جدا، ثم نعود لحوارنا عن الجراحة الملاحية. تعالوا نسمع مع بعض. قبل العملية سويت عملية، أجريت عملية في محافظة الأنبار فقرات، فبعدها بديت أمشي على العكاكيت. هاي 9 سنوات أعاني من عندها. أراجع الأطباء بكثرة موجودين ببغداد بغير مكانات، ناس تقول لي هاي دعامات، وناس تقول لي براغي، وناس تقول لي قفايص، وناس تقول لي ما أدري، يعني أتعبوني جدا، أتعبوني. كثرة العلاجات دمرتني بحيث أصبحت عندي حالة نفسية لا تطاق، ما أركز بيها، ما يعني حالتي النفسية تعبت، حالتي الصحية تعبت. يا الله كان في قبل العملية استخدم هذا صليب، سويت هاي الخطوة، الخطوة ما أمشي، سويت هاي الخطوة ما أمشي. شلت هاي الحركة ما عندي، ما أقدر على العكاكيس. لأنك قد يعمل عملية؟ 9 سنوات. والعملية الثانية؟ ما أدري. ما عندكم البارحة؟ ما شاء الله. 48 ساعة. يعني أقل من 48 ساعة. 24 ساعة تقريبا. لأن اطلعت على البرنامج بتاعتي. شفت التشخيص ماله تشخيص كويس. وعمل عمل دقيق، يعني عمل صحيح ناجح. مو اعتباطي ولا عفوي. ده يشخص حالة المريض تشخيص جيد. أنا من خلال سمعي إلها عرضوا علي أنا أروح لتركيا، عرضوا علي أروح للهند، عرضوا أروح على الإيران. الحقيقة أسعدني جدا حوار طبعا ضيفنا وضيف مصر العزيز، لانه احنا في النهايه بنسعد جدا بالسياحه العلاجيه، بنسعد جدا ب انا عايز اقول حاجه مهمه جدا للاخوه العرب اللي بيسافروا الهند وبيروحوا تايلاند، وقال تركيا بيروحوا الهند وتايلاند. على فكره احنا متقدمين جدا عن هذه البلاد، متقدمين بما لا يدع مجال للشك. في مجال جراحه المخ والاعصاب بقول لكل الاخوه العرب احنا عندنا احدث ما وصل اليه علم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وعندنا تحديدا في نيوروسباين أحدث الأجهزة، كأنك سافرت ألمانيا
ليه بتروح دول يعني هي اقل مننا في المستوى وعندك حاجز لغوي وعندك وعندك وعندك؟ انت بتتمتع في مصر باستضافة عالية جدا، بإخوة بيقابلوك، ما بتلاقيش حاجز لغة، ما بتلاقيش صعوبات، ما بتلاقيش مشاكل، وبتلاقي أحدث التقنيات. وده مش الفيديو ده بس على فكرة، اللي هيدخل على صفحة نيوروسباين على الفيسبوك هيلاقي أمثلة كثيرة جدا للإخوة العرب والمصريين كذلك، اللي هتحفزهم ان هم من فضلكم بطلوا تروحوا الهند وتروحوا تايلاند، احنا عندنا اللي أحسن من ده بكتير جدا جدا. وما تروحوش تركيا طبعا ده حقيقي. احنا عندنا جراحين من مخ الاعصاب ما شاء الله عاليين جدا، وانت واحد منهم طبعا، لكن في كم جراحين مخ اعصاب كبير في موجود في مصر رائع للغايه. لكن خلينا نترجم ما قاله شيخنا الجليل الراجل الجميل العراقي، ربنا طبعا يرفع شأن العراق ويكفيها شر الدخلاء ويكفيها شر الفتنه. خلينا نروح للكلام اللي هو قاله. هو اجرى قبل كده عمليه جراحيه، حضرتك ما تلخص لنا الهيستوري بتاعه. هو كان اجرى عمليه من 9 سنين، ومن 9 سنين ما بيقدرش يمشي، بيمشي على عكازين بالعافيه عشان يدخل حمام او وكان عنده شلل في رجليه الاثنين، سقوط تام في القدمين، وما بيقدرش حتى بيستخدم العكاكيز مع دعم من احد اقاربه، وكان عنده ضعف كمان في حركه الايد، ايد بتتهز. انا عملت له عمليتين، عمليه انزلاق غضروفي عنقي وعمليه انزلاق غضروفي قطني مرتجع، وكان عنده التصاقات حوالين الحبل الشوكي، عملت له ازاله للالتصاقات وتوسيع للقناه العصبيه وازاله للغضروف المرتجع. وعايز اقول ان على فكره من اكثر العمليات اللي بيبقى فيها تحدي العمليات المرتجعه. عمليات المرتجعه بيبقى فيها كل انواع الطب على فكره، وبنشوف فيها كتير بقى، بشوف فيها العجب. يعني ممكن جدا كان عندي مريضه ايطاليه عملت لها العمليه، وهي كانت عامله العمليه في ايطاليا 6 شهور قبل انا ما اعملها، و6 شهور تعبانه ما فيش اي تحسن، فخلاص خلاص اقرت بقى ان ايطاليا مش هتبقى، ما عملت لهاش اللي هي عايزاه برغم انها بلدها. فلما جت مصر وانا شفت الاشعه طلع ان الغضروف موجود، ودخلت فعلا ولقيت الغضروف كما هو، لم يمسه الجراح اللي عمل توسيع وساب الانزلاق الغضروفي. عايز اقول ان مصر يا جماعه من اعظم الدول، والاطباء المصريين من اكفأ اطباء العالم، واحنا عندنا الامثله كثيره جدا. ضيفي العزيز، قدمت الكثير من الثقافه، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور، نورتنا دكتور ياسر بيه. شكرا جدا. ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور ياسر حميدي، كان كالعاده مبدعا في حوار دقيق كدقته في جراحاته، جراحات المخ والاعصاب حول الجراحه الملاحيه. في الناس الحلوه، خليكم مع الناس الحلوه. الجدر ده اكتر حته حساسه مع اي مؤثرات، هيبدا يحصل له تهيج للعصب، بدا البني ادم ياكل بطريقه مش مظبوطه، فبيأثر على مفصل الفك بطريقه مش مظبوطه، لان هو بيحمل غلط. التركيبه المتحركه اصبحت الان المفروض في العلم الحديث شيء نادر. انا دكتور كريم مكادي، مش دكتور علاج جذور، وانا بقولها دلوقتي انا مش دكتور.